ده مال بيه؟ يا خير، ايه اللي مصحيك لغايه دلوقتي؟ ما نمتش ليه؟ قلقان شويه يا نجيبي. اسمح لي ادردش معاك شويه؟ اتفضل اتفضل. ايه ده يا نجبي؟ لا ده اصل انا ساعات احب اقعد اتسلم مع نفسي كده، يعني زي ما تقول شويه تفاريح كده. وحضرتك مستني حد يا نجبي؟ لا 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 لا، ده انا كنت داخل انام حد. اتفضل اتفضل. انا اسف اني جيت لك في الوقت المتاخر ده. لا لا مفيش حاجه، بس انا عاوز اتكلم ومفيش حد ممكن اتكلم معاه هنا غيرك. تسمع كلامي، انا هديك حبايه منومه تاخدها وتنام وتصحى الصبح نتكلم انا وانت واحنا فايقين ورايقين. ها؟ انا من مواليد 23 يوليو 1959، يعني بعد كام يوم هكمل 50 سنه. ده احنا قربنا اهو. كل سنه وانت طيب. والدي كان في الجيش، ظابط في الجيش المصري. ولما جيت يوم 23 يوليو سموني جمال عبد الناصر، اسمه مركب. يعني اسم حضرتك لوحده جمال عبد الناصر. اوعى تكون الولد اسمه محمد نجيب. في حد جاي لك يا نجيب؟ لا ده ناس جاي لي كده عشان موضوع. يعني اسرائيليين ولا ايه؟ هم الليبيين. انت ناس اللي احنا في تل ابيب، انت بتسمح لهم يخشوا بيتك كمان؟ الموضوع ده ما تحسمش على الباب هنا. روح نام وبكره الصبح هنكمل الموضوع ده. سلام. سلام شناقي. سلام. كلمتونيش ليه قبل ما تيجوا؟ ادينا لك رنه يا نجيبيه. رنه؟ اعوذ بالله، مفيش منك فايده.